السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة تختيم لعبة جي تي اي 4. فاليوم يا رفاق أنا أنوي أن أنجز 4 مهام في هذه الحلقة، فكونوا مستعدين، ستكون هذه الحلقة مرة ممتعة جدا، فهيا لننطلق. أوكي، عندما مجموعة من المهام هنا على ما أعتقد، لحظة دعوني نلقي نظرة على الخريطة. لدينا مهمة ري بوكيتشينو كما ترون معي، فسنذهب عنده بالأول، فسوف نرى سوف نذهب عند ري ونرى ما هي المهمة التي سوف يوكلها إلينا. حسنا، أخيرا وصلنا إلى المكان، وصلنا إلى المقهى، مقهى ري. ري، أوكي، taken in this star. Hey Nico, Ray, take a seat. أوكي، فهمت الآن. ري، هذا أعتقد أن هذه المقهى يعني مقهى تخصه، يعني مقهى تعود له، وهو شخص إيطالي. أوكي، دعونا الآن نستمع إلى المهمة ونرى ما هي مهمتنا لهذا اليوم. أوكي، من تكون هذه الفتاة؟ ولما هي تبدو على هذه الحال؟ هي تدخين الكريستال. لا أعرف الصراحة، هذه أول مرة أسمع نوع السجائر من الكريستال. Hey, استيقظي. Now, speaking of the ice. Yeah, they got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn coffee yeah, here? Yeah, you look like you could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Nico, need you to go collect some garbage for me. Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got one. Can garbage. I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice today? In it. Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a truck waiting there. Three guys, good guys, friends of mine. Main guy's name is Luca. Go. Okay. صديقه لوكا ينتظرنا عند شاحنة النفايات. لا أعرف، لا أعرف الصراحة ما قصة. لا أعرف ما قصة ري هذا، لكن هو يريد منا أن أجمع النفايات، يريد منا أن أجمع النفايات من أجله. لا أعرف لماذا، لكن سنكتشف هذا فيما بعد. لكن الآن دعونا نذهب إلى أصدقائه. يقول لوكا ينتظرك مع أصدقاء، مع 3 أصدقائه عند الشاحنة. أوكي، أين هو لوكا هذا؟ لوكا؟ Yeah, you Nico? أوكي، هم 3 أشخاص. Tuna, Johnny, Nico. أوكي، هذا هو لوكا. So, we're all friends now. All right, Tuna, John Boy, you got the threads. Get in the back and get the trash. Come on, let's go. Nico, here's your gear. You're driving. That cool? Let's roll. حسنا، علي تغيير الملابس أولا لكي نبدأ في العمل، وثم بعد ذلك أقوم بقيادة الشاحنة. هذه هي مهمتي. تبدو للصراحة مهمة سهلة، لكن الصراحة لا أعرف ماذا سيحدث بالضبط عندما نقوم بجمع النفايات. أوه، شوفوا معي يا رفاق. Drive to the first diamond pickup. تعرفون النفايات التي سوف نجمعها يا رفاق تحتوي على الدايموند. يا سلام عليك، ستكون مهمة جميلة جدا، وأتوقع أن يكون هناك بعض المشاكل مع رجال العصابات، فمن المستحيل، من المستحيل أن يتركونا يعني رجال العصابات نجمع النفايات بدون أن ندخل في اشتباك معهم. لكن الصراحة الشاحنة بطيئة جدا، لا أستطيع، يعني لا تسرع كثيرا، بطيئة جدا، أسرع من السلاحفة، أبطأ من السلاحفة. أوكي، وصلنا إلى أول مكان وأول حاجة. حسنا، علي أن أقترب على ما أعتقد، سوف أقترب قليلا لكي أختصر عليهم الطريق. يلا تعالوا، تعالوا بسرعة بسرعة. علي فتح الباب الموجود في الخلف. أوكي، هلو، يا سلام عليك، أصبحت الآن أشتغل في كعامل، عامل النظافة. هذا جميل جدا، يلا اصعد. حلو، لنذهب الآن إلى القمامة الثانية. هذه الأكياس يا رفاق تحتوي على الدايموند يا رفاق،
فالصراحة حتى الآن لا أرى أي مشاكل، لا أرى رجال العصابات ولا أي شيء. أعتقد أنني كنت مخطئ، أعتقدت بأن في الأول عندما نحصل على أول قمامة سوف يعني سوف تلاحقنا رجال العصابات، بما أن هذه الأكياس تحتوي على الدايموند. أخيرا وصلنا بعد الطريق الطويل، استطعنا الوصول إلى المكان المطلوب. حسنا، هذا هما الكيسين الآخرين، سوف نقوم بحملهما في الشاحنة. الله، علي فتح الباب مرة أخرى. كي ألقي نظرة، هل من رجال عصابات تلاحقنا؟ لا أحد يلاحقنا هنا، وهذا أمر جميل جدا. يلا فلنذهب. بدأت الكاتسين يا جماعة. شوفوا السيارة، أعتقد أنهم رجال العصابات. سحقا، يلا سوف أقضي عليه. حالا قتلت واحد. يا سلام، قتلتهم داخل السيارة. هاجة جميل، تخلصنا منهم والآن علينا الهروب. هروب يا رفاق، هروب، اركضوا بسرعة يا شاحنة، إنها بطيئة جدا، لا أعرف لماذا شاحنة النفايات هذه بطيئة جدا. الآن دعوني أرى لكي أعرف إلى أين سوف نذهب بالأول. أوكي، المكان قريب جدا. يلا اوكي، وصلنا اخيرا الى المكان. شوفوا شاحنة النفايات، اعتقد ان هذا المكان هو يعني مركز الشاحنات لجمع النفايات. حسنا، حلو، جميل جدا. اوكي، هذه شركة يعني للنظافة، نظافة الشوارع، تنظيف الشوارع. حلو، جميل جدا، هذا سيوفر علي الكثير من الوقت. يقولون يعني دعونا نقوم بحفظ المهمة. يقولون يعني بأنهم باختصار يقولون بأنهم سوف يقومون بالبحث في تلك الأكياس النفايات ويجمعون الألماس ويسلمونها للزعيم، وهذا أمر جميل جدا. الوقت غير مناسب، أريد تاكسي. توقف عندك، تعالي، ليس عندي سيارة أركبها. يلا يا ري، اقطع الاتصال، اريد تاكسي. يلا حلو، جميل جدا، انا محظوظ، توقفت التاكسي. يلا فلنركب التاكسي ونحدد هذه المرة الى اين سنذهب. تعرفون سأذهب عند دي. اوكي، لحظة، انا سأشير لك الى اين سوف نذهب. خذني عند هذا الشخص، ماذا اسمه؟ ديريك. هذا ديريك ماكريري. يلا اوكي، يلا خذنا عند ديريك. جميل جدا، وصلنا بسرعة البرق. لو كنت يعني كنت اقود السيارة او شيء ما يعني. شوفوا، توجد هنا سيارتين الشرطة. اعتقد اننا بالقرب من مركز الشرطة. المهم، دعونا ندخل الى المهمة. هذا ديريك. مسكين، إنه سكران. شوفوا معي. Hey. Your brother said you needed a hand. Looks like you need more than that. Yeah. Cool. انهض يا رجل، أنت تمل. Hey! Wake up, you fucking junkie. I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey. Sit down. Da. Pretty good gear. I'm pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. أي أطلعنا على المهمة، نحن ليس لدينا الوقت. Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring. Which is even better. So, what do you care about?
I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up. But I tried. I made a mistake. But I admitted it. We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! Oh. What's his name? شخص يقوم بتهديد بقتله وقتل عائلته. باكي سليغو. Oh, باكي سليغو. اسمه باكي سليغو. Okay. Can you get access to police computer? Sure. يقول هل تستطيع الوصول الى حاسوب الشرطة؟ بالطبع نستطيع. انت فقط اؤمر ودعني اتكفل بالباقي، لكن لا تنسى ان تدفع لي في الاخير. حسنا، سيارة الشرطة موجودة بالقرب منا. هو يقول يوجد شخص، يعني باختصار مشكلته توجد مع شخص اسمه باكي، يقول بانه يهدده يعني بقتله وقتل عائلته، والان هو يريد منا الوصول الى حاسوب الشرطة لكي نبحث عن الشخص. اوكي، نضغط على اي لكي ندخل الى الحاسوب، ثم نبحث عن الشخص اسمه باكي. سيرش نيم. حسنا، نكتب باكي هكذا، ثم نبحث عنه في حاسوب الشرطة حتى نعرف المكان الذي يوجد فيه. اوكي، وجد لنا باكي سليغو، هذا هو الشخص المطلوب الذي نبحث عنه. الان عرفنا المكان الذي يوجد فيه، حددنا موقعه، والان سنتصل على ما اعتقد بديريك ونرى ما سنقرر ماذا سنفعل فيه. طبعا اكيد اننا سوف نقوم بقتله. حسنا، عليه الذهاب إلى برجر شوت وانتظاره هناك حتى يخرج، ثم أقتله مع عصابته. هذا في حال إن كان مع عصابته، فقال إن لم يكن مع عصابته فعلي الاحتفاظ بسيارة الشرطة هذه واللحاق به حتى يوصلنا إلى مكان الذي يوجد فيه أصدقائه، ثم أقتله مع أصدقائه. هكذا سوف نتخلص من المشكلة من جذورها. حلو جدا. الآن دعونا نذهب إلى برجر شوت. أخيرا وصلنا إلى مطعم برجر شوت. حسنا، أين أنت الآن يا باكي؟ يا مجرم اظهر. أوه، أعتقد أنه هو هذا الشخص. إنه لوحده في السيارة. يلا يلا يلا، الحق به، تحرك. Follow Baki to this crew. أوكي، علي اللحاق به عند أصدقاء. لا، ابتعدوا، ابتعدوا عن الطريق، ابتعدوا عن الطريق، ابتعدوا، ابتعدوا. لا يجب عليه أن أتركه يهرب أو يبتعد عني. أوكي 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 أوكي. أنا الصراحة أكره القيادة، أكره اللحاق بشخص ما، بالسيارة أو بأي شيء آخر. لقد سبقني كثيرا جدا يا رفاق، شوفوا معي. المشكلة السيارة عندي يا رفاق، التحكم، سرعة الاستجابة عندي يا رفاق ضعيفة جدا، لهذا لا أستطيع التحكم بالسيارة بشكل جيد. أين ذهب؟ أين ذهب؟ لا، من هنا سيهرب، سأفشل في المهمة. بسرعة. سرعة الاستجابة عندي يا رفاق بطيئة جدا، وهذا سيسبب لي يعني في فشل المهمة. يلا يلا يلا، لا يجب علي أن أتركه يهرب. حسنا، هم يحذرونني. أوكي، أعتقد أنني وصلت إلى المكان. لحظة، سأدخل من هذا الزقاق، الشارع الصغير. يا رب أن يكون هنا مخرج. أيوة، جميل جميل.
كنت الصراحة أريد تحميل لعبة GTA 4 على حاسوب الـ RDB أو الحاسوب بالإنترنت الذي أتحكم به بالإنترنت. إذا استطعت يعني هذا هو يلا. لماذا لا أستطيع إطلاق النار من السيارة من سيارة الشرطة حسنا. أوكي خذ كفر. أين السلاح؟ سلاحك. حسنا هكذا. أعطيني وجهك. أين هو ذلك الشخص؟ ولقد دخل إلى الداخل. حسنا حلو. هنا ليس أي شخص. أوه هناك واحد. حلو قتلت واحد. سرعة الاستجابة عندي يا رفاق بطيئة كما أخبرتكم، لهذا لا أستطيع. يلا قتلت هذا. حسنا الاختباء أو أخذ كافر لا يفيدني بشيء، إذا علي قتله. وهذا الباب يمنعني من قتلهم. حسنا حلو يا السلام قتلته. يلا يوجد واحد في الأعلى. حسنا أصابني الحقير، الوغد أصابني. يلا لا مشكلة تخلصوا منه. حصلت على نجوم الشرطة، حصلت على العديد من النجوم الشرطة. حسنا عليه الهروب. اصعد بسرعة بسرعة نيكو بسرعة نيكو. يلا فلنهرب من الشرطة. اهرب حبيبي اهرب. هرب يا حبيبي هرب. الصراحة الشرطة هذه غبية جدا، هذه الشرطة غبية جدا. لماذا؟ لأنني خلصتهم من مجموعة من العصابات كانوا يبحثون عنهم، والآن هم يطاردونني لأنني قمت بقتل عصابة التي يبحثون عنهم. لأن لو لم يكن يعني مطاردين من قبل الشرطة لما وجدنا اسمه يعني في لائحة المطلوبين في الخاص بالكمبيوتر الشرطة. حلو تخلصنا من نجوم الشرطة وهذا جميل جدا. فهذه المهمة الثانية على ما أعتقد. أنا اليوم عازم جدا على تنفيذ أربع مهام. أوكي نتصل الآن بديريك. وهذا البوق أزعجني كثيرا. حسنا بعد أن أنهينا المهمة دعونا نذهب إلى ري بوكيتشينو. المهمة الوحيدة المتبقية عندنا هي مهمة ري بوكيتشينو. حسنا جميل جدا، والآن سوف نذهب إلى ري بوكيتشينو. أعتقد أن الوقت سيطول جدا، لهذا سوف أقطع الوقت وأختصر الطريق. أخيرا وصلنا. حسنا سأركن السيارة هنا. جميل. ما بك يا هذا؟ لماذا أنت تهرب من الشرطة؟ ووصلتني رسالة لم. Yeah, Phil. هل وصلتك أموالك؟ ألماساتك هل وصلتك؟ I didn't mean nothing by it. Hey, take it easy. Oh, Phil, take it easy. Hey, listen, tell Jimmy I said hello. Okay. I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? Oh, هناك مشكلة. Yeah. I got two options. لدي اختيارات. Option two, Luca and his buddies ripped this bolt off. Hey, I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him,
Go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. الآن حسنا. أوكي. حسنا. ري يقول لدي اختياران. الخيار الأول وهو أنك قمت بخيانتي أو أن لوكا وأصدقائه قاموا بخيانتي. لماذا؟ لأنهم لم يسلموه يعني أمواله أو ألماساته التي قمنا بسرقتها، لم يقوموا بتسليمها لري. فنيكو قام بتبرئة نفسه طبعا، فقال له يعني قال له هذا وش اسمه نسيته ري، قال له اذهب واحصل على أشيائي وتعال عندي. أوكي، هذا هو لوكا وأصدقائه الذي قمنا بسرقة الألماس معهم. أوه شوفوا معي، لقد نكرنا يا رفاق، قال بأننا قال بأنه أعطى الألماس لري. لا لقد هربوا على ما أعتقد، هربوا علي، اللحقوا بهم علي. وحسن علي اللحقوا بهم، لكن علي الإمساك بري حيا. لكن هذا الذي يطلق علي النار، علي الإمساك بلوكا حيا حتى أستطيع استرجاع الألماس، لكن هؤلاء يطلقون علي النار. أوكي لقد توقفوا عن إطلاق النار، جيد. يلا سوف نقوم باللحاق بهم فقط، لا أعرف. تبا لك يا غبي. بدأت الكاتسين، هذا يعني أننا وصلنا إلى النهاية. وانقلبت بهم السيارة، شوفوا معي. حسن أعتقد أن علي الآن قتله. أوكي علي الآن أعتقد أن علي قتلهم جميعا. حسن هل علي القفز أنا أيضا من هذا المكان؟ كيف سأقفز؟ كيف؟ لا الكراسي لا تدعوني، يعني أمور حسنا لا مشكلة، دعوني أنزل من السيارة ثم أقفز بسرعة، لكن علي استخراج الأسلحة بالأول. أين أسلحتي؟ سحقان. ليس عندي سلاح الإنفور. أين هم؟ اظهر. أين هو؟ هذا هو. حلو يا سلام. نجوت بأعجوبة. واحد يطلق علي من ذلك المكان. حلو أصبته. موت. لا سوف يقتلوني. أحسنت يا شرطي. ولا أصدق الشرطي قام بمساعدتي في قتلهم. يا سلام لم أتخيل هذا. ماذا يفعل هذا الأحمق هنا؟ شوفوا هذا الغبي، لا أعرف ماذا يفعل. فلتموت أيها الأحمق، فلتموت. أوكي هذا يوجد في أحد المراحل هنا. لوكا يوجد في أحد الأماكن هنا أعتقد. هنا لوكا تعال. أين مستر لوكا؟ حسنا لوكا يظهر نفسك لوكا. آسف قتلتك بالغلط لوكا. هذا هو لوكا. تعال أيها الخائن، أين هم الألماسات التي قمت بسرقتها؟ ها أين بام. فلتموت أيها الغبي. هذه هي الألماسات التي قام بسرقتها. الآن قمنا بأخذها، فعلينا المغادرة هذا المكان قبل أن تأتي الشرطة وتغير رأيها وتقوم باعتقالي.
لأنهم بالأول قاموا بمساعدتي في القضاء على هؤلاء رجال العصابات. شوفوا دامي يا جماعة. Whatever, they're dead, and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. المهم يقول له إذا أردت استعادة أشيائك فتعال عندي في ال البريدج يعني الجسر بقرب من ال من البارك. يلا كيف سأصل الآن؟ كيف أستطيع الوصول إلى سيارتي؟ يلا الآن دعونا نذهب إلى المكان المطلوب بالأول. أوكي هذا هو الجسر الموجود بالقرب من المتنزه. يا السلام عليك. يلا أين هو هذا؟ Thanks, Nikki. I guess you never know who's gonna stab you in the back, huh? Thanks for the advice. جميل جدا. قمنا الآن بتسليمه أشيائه التي حصلنا عليها من لوكا. الآن تعرفون ماذا سأفعل. بالحل الظلام سوف أذهب لكي أقوم بالسيف للمهمة. بعد ذلك سوف أذهب إلى ديريك ولنرى ما هي المهمة التالية. أوه ممتاز، يوجد منزل بالقرب من ديريك. هذا جميل جدا، هذا سيوفر علي الكثير من الوقت. والآن دعونا نلقي مع نظرة على البيت الجديد الذي حصلنا عليه. الصراحة لم أكن أعلم بوجود هذا المنزل، فاليوم سوف نقوم باستكشافه ولنرى معا كيف تبدو هذه الشقة الجميلة جدا. هل هي جميلة مثل الشقة السابقة؟ وليست بفخامة يعني ذلك البيت الذي حصلنا عليه من قبل. أوه هناك من يتصل بي، بروسي. لا أعرف للصراحة ماذا يريد مني. He don't want you to give it back to him, does he? Shit, no, that's cool. I was just telling him how, you know, you can make things happen. He's gonna be in touch with you about some cars he needs found, if you catch my meaning. Sure, I have an ability to find stuff, if the price is right. Give him my number. Fuck, man, you are the boy. I'll call Stevie. أوه، عندي 7 رسائل للصراحة لم أقم بقراءتها، والسيارة محطمة. لكن كل هذه الأشياء الصراحة لا تهمنا، كل ما يهمنا هو تنفيذ المهام المقبلة والأخيرة. كما وعدتكم في الأول الفيديو سوف نقوم بتنفيذ 4 مهام هذا اليوم. سأركن سيارتي في هذا المكان لأن ليس هناك أي مكان أضعها فيها. المهم دعونا نذهب وننطلق إلى المهمة لنرى ديريك. مستر ديريك، أين أنت يا مستر ديريك؟ أوه ها هو ديريك قادم إلينا بالقارب. يلا تعال. أوه هل أنا من سيقود هذا القارب؟ حسنا. الصراحة المطاردة بالقوارب أفضل المطاردة بالسيارات أو بالدراجات. يلا الآن علينا الذهاب إلى قارب كيم على ما أعتقد. نعم اسمه كيم، سنذهب إلى قاربه بالأول. أوه شوفوا معي يا جماعة هذا المنظر الجميل، شروق الشمس. يا سلام عليك، المطل على المدينة ليبرتي سيتي. أوكي هذا هو القارب، وصلنا إلى قارب كيم. حسنا قالوا له، قال له يعني انا كيم، هل انت هو ديريك؟ نعم. فالان علينا اللحاق بالقارب بكيم، قارب كيم، وعلينا حمايته من الخلف. هذا ما فهموا مما يعني ان هناك عصابات ستاتي الينا لكي نقوم في الدخول في المعارك معها. يلا هذا لا يهم، الامر سيكون. اوه هم اول عصابه. يا سلام قمت بتفجيرهم. حسنا دعوني افجر. اللعبه اصبحت بطيئه، شوفوا معي. يا سلام
احسنتم. لا داعي لتفجير ذلك القارب او لا اعرف. لا 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 علي تفجير هذا القارب. يجب علي ان افجر هذا القارب. لولا اللعبة عندي بطيئة. لا يا سلام لفجرت ذلك القارب بكل سهولة. ابتعدوا. ماذا اوه هناك امامنا. يلا قارب. يلا مشكلة. انفجر. اوكي لا يهم. ماذا حصل؟ لا اعرف ماذا حصل بالضبط. هناك مروحية في الاعلى. هل علي ايقاف القارب؟ حسنا. لا انتبه. حسنا علي ايقاف القارب والخروج منه. نعم ثم علي تفجير هذه المروحية. لم تصبها. اصبتها. يا السلام عليك. يلا فلنعود الى القارب على ما اعتقد. يلا موت يا اوغاد. لا انفجر القارب. لا انفجر القارب. كيف معه؟ فشلنا في المهمة يا جماعة. علينا إعادة المهمة من البداية. لا أصدق أنني فشلت في المهمة. لكن يلا بنا سوف أقوم بإعادة المحاولة من جديد. حسنا يا أصدقاء. عندما أصل إلى المروحية إلى عند حد المروحية سوف أعود إليكم. حسنا يا رفاق هنا توقفنا. أين المروحية؟ هذه هي المروحية. لا كيف لم أصبها؟ ما هذه المروحية؟ بقيت لي طلقتين. يلا لا أصدق كيف. يلا فجرت المروحية. علي قتل هذا. لا إياك أن تنفجر مرة ثانية. يلا تعال لقد يلا فولو كيم. أوكي جميل جدا. يلا تحرك أيها القارب البطيء. هذا القارب بطيء جدا يا جماعة. لا أعرف لماذا. حسنا جميل جدا. يلا حسنا الان علينا اتباع هذا القارب. هل هناك يعني مشاكل اخرى؟ اخيرا وصلنا. لنرى الآن ماذا سيحصل. انظروا إلى تلك الصناديق. لا أعرف الصراحة على ماذا تحتوي هذه الصناديق، لكن هي ما كنا نحمي طوال هذا الوقت. كنا نحمي تلك الصناديق من تلك العصابة حتى لا يقومون بسرقتها. ياس جميل. حسنا سيف. جميل جدا. قمنا الآن بتنفيذ المهام، أربع مهام بنجاح. يعني حتى نستطيع تختيم لعبة GTA 4 بأسرع وقت أو في أقرب وقت إن شاء الله.
المهم على العموم هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، فاتمنى ان تعجبكم هذه الحلقة، واتمنى ان تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة اللي لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر التنبيه كي تمتن بكم كلما نزلت مقطع جديد، وصلوا المقطع مع اصدقائكم. كان معكم ايوب او يوبي، الى اللقاء.